إذنك يا كابتن، خلينا نرجع لأرض الملعب تاني ولقاء مع المدرب العام الكابتن هاني الفخراني في أول ظهور ليه الحقيقة معانا أثناء البطولة. هنا يعني بلغيه تحياتنا وتحياتنا للجهاز الفني كله وتحيات شخصية طبعا من ضيوفي لكابتن هاني الفخراني. اتفضلي هاني. برحب بيك يا كابتن هيثم من جديد وبضيوفك الكرام وبكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، ولسه مستمرين مع لقاءاتنا مع نجوم منتخبنا الوطني الحقيقة. ومعي بقى في هذه اللحظات زي ما حضرتك قلت يا كابتن هيثم، كابتن هاني الفخراني يعني المدرب العام لمنتخبنا الوطني. في البداية طبعا ألف مبروك الفوز في المباراة النهاردة، الحقيقة كانت مباراة كبيرة جدا، فعايزين حضرتك تكلمنا عن الاستعدادات ليها وكمان أجواء المباراة. الله يبارك فيك الأول، وبرحب بكابتن هيثم والضيوف، والف مبروك للشعب المصري كله، وبخص بالذكر الجمهور اللي حضر المباراه النهارده وكان داعم كبير لينا وكان مهم وجوده جدا النهارده في مباراه زي دي. مباراتنا دايما مع تونس بتبقى ليها طابع خاص، خصوصا لو في مصر او في تونس. كان ضغط كبير لان هي بطوله مؤهله للاولمبياد وكاس عالم. طبعا الحمد لله احنا تاهلنا من الماتش اللي قبليه، بس دي مؤهله للاولمبياد وده كان الهدف الاسمى. كانت صعب صعوبتها ان هي كانت جت في السيمي فاينل، كمان كانت جايه بدري شويه، فالحمد لله احنا كنا مركزين لها كويس ومذاكرين كويس لتونس وجهزنا الحمد لله شغل وقدرنا نوصل بيها يعني نتحكم في المباراه من بدايتها لنهايتها، والحمد لله ان احنا خرجنا في الاخر. وببارك لكل جمهور كره اليد المصريه. يعني زي ما حضرتك قلت مواجهات تونس بتكون اكيد صعبه، تونس خصم قوي لمنتخب مصر، عايزين نعرف ابرز التعليمات اللي قلتها للاعبين والاستعدادات. هي مش موضوع تعليمات، هي احنا عندنا الشغل بتاعنا، احنا الفكره في اللعب بتاعنا دايما بيبقى كل فريق بيبقى ليه شكل معين بنلعب بيه سواء دفاعيا او هجوميا. كان اهم حاجه ان احنا بنلعب كفريق، هو ده اللي عامل الاختلاف وعامل الفارق، والحمد لله ان احنا قدرنا نقفل كل مفاتيحهم، سواء في الدفاع وكل نقط الضعف عندهم في الدفاع اشتغلنا عليها، وفي الهجوم وقفناها الحمد لله. جوانا كانوا موفقين النهارده، كريم كان في الشوط الاول بالذات كان موفق بنسبه كبيره الحمد لله، والشوط الثاني يمكن لما تعب شويه نزل محمد علي برده كان في الميعاد ونزل صد كور مهمه جدا في نهايه المباراه، والحمد لله دايما بيبقى مباراه فنيه ما بتبقاش اعلى حاجه نتيجه الضغط العصبي، بس الحمد لله قدرنا ان احنا نكنترول الجيم. يعني يا كابتن خلاص مباراه اكيد هدفكم هو التتويج بالبطوله، تستعدوا زي المباراه الفاينل. احنا دلوقتي مستر بستور على طول اتجمعنا، قفلنا الماتش ده، باركنا للناس وفرحنا، ومن دلوقتي بدانا نشتغل، هي بدات تعمل ريكفري وهنرجع. احنا مجهزين الشغل بتاع الفرقتين، الفرقه اللي هتكسب فيهم على طول من اول ما هنرجع نبدا نشتغل عليها، وخلاص من بكره في محاضره فيديو بتبقى الصبح، وبعد الظهر عندنا التمرين بتاع التجهيز للمباراه، وان شاء الله احنا خلاص دي كانت مباراه مجرد مباراه وصلنا للنهائي، احنا لسه موصولين لسه ما كسبناش البطوله، فالحمد لله مركزين وموضوع الحمد لله خلاص. يعني مجهود كبير جدا حقيقه مبذول، ربنا يا رب يكلله بالتتويج بالبطوله. ببارك لحضرتك مره ثانيه، الف مبروك. انا بشكرك والف مبروك لمصر كلها، شكرا. يعني طبعا ده كان لقائي مع المدرب العام لمنتخبنا الوطني كابتن هاني الفخراني، والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. هاني ابو القاسم بشكرك شكرا جزيلا، وانتهى اليوم، انتهى اليوم سريعا بفرحه كبيره لفوز منتخب مصر على تونس وتاهل المباراه النهائيه وانتظار الفائز من الراس الاخضر والجزائر الشقيق. اكيد طبعا اتمنى فوز الجزائر الشقيق، ولكن احنا ايا كان الفريق اللي هنقابله منتخب مصر عند الموعد ان شاء الله.